بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أعزائي الطلبة، السلام عليكم. في هذا الفيديو راح نبدأ ب يعني أول فيديو خاص بالكيمياء للسنة الأولى، جذع مشترك جامعي للجامعات والمدارس العليا، يعني التكنولوجيا علوم يعني مختلف الجامعات. يعني راح نعطيكم في هذه السلسلة تاع الفيديوهات تذكير باللغة الفرنسية لكامل الكيمياء، يعني تذكير ونزيدوا إضافات فيما يخص الجامعة إن شاء الله، ويكون متبوع دائما ب اون تيرمينولوجي فرونسي أغاب، أي مصطلحات علمية باللغة الفرنسية والعربية. اليوم في هذا الفيديو يعني راح نبدأ من الصفر، وحتى تتعلموا يعني راح نلقي الدرس باللغة الفرنسية وأتبعه بترجمة باللغة العربية، حتى تتعلموا استماع إلى الدرس كي تدخلوا الجامعة إن شاء الله وهو ملقى باللغة الفرنسية. إذن اليوم راح نبدأ من الصفر. Les espèces chimiques، راح نديروا un rappel sur les espèces chimiques، تذكير حول الأنواع الكيميائية. Donc on va commencer avec une notion sur les espèces chimiques. On dit qu'un ensemble d'entités, hein, un ensemble d'entités moléculaires, ioniques ou atomiques identiques, hein, moléculaires, ioniques ou atomiques identiques, constitue une espèce chimique, peut-être représentée par une formule. أي نعطي الآن مفهوم للنوع الكيميائي، notion معناه مفهوم. un ensemble d'entité moléculaire، أي مجموعة أفراد، ensemble d'entité مجموعة أفراد moléculaire، une molécule جزيء، مجموعة أفراد جزيئية. ايونيك ان ايون هي شوارد، اي شارديه. او اتوميك او ذريه، الاتوم هو الذره. ايدونتيك متشابهه. كونستيتو تكون اون اسبيس شيميك، نوع كيميائي. peut-être représenté par une formule، يعني يمكن تمثيله بصيغة، يمكن هذه représenté تمثيل وهذه صيغة، قولوا une formule chimique، صيغة كيميائية، صيغة كيميائية. نعود باللغة العربية، مجموعة أفراد جزيئية شاردية أو ذرية متشابهة تكون نوع كيميائي يمكن تمثيله بصيغة كيميائية. Example، مثال: l'eau est constituée de molécules dans la formule H2O. إذن هنا example، مثال: l'eau نعرفه كامل اللي هو الماء، يتكون الماء يتكون من يعني عندنا انواع كيميائيه يتكونوا منين، دي موليكول ولا دي زيون، دي موليكول جزيئات ولا دي زيون شوارد ولا دي زاتوم الذرات. عندنا هنا الماء يتكون لو اي كونستيتيو دو موليكول دون لا فورمول اي H2O، دونك الماء يتكون من جزيئات، جزيئات دي موليكول، حيث الصيغة تاعو هي الصيغة فورميلا انا كاتبينها الفوق هي H2O. on a aussi comme exemple le fer. le fer est constitué d'atomes donc faites la différence، l'eau est constituée de molécules tandis que le fer est constitué d'atomes dans la formule IFE. إذن لو عندنا المثال الأول، الماء يتكون من جزيئات، لكن الحديد لو فير، الحديد
يتكون من ذرات، يتكون من ذرات، حيث الصيغة تاعو هي اف او. On a aussi comme exemple le sel ou chlorure de sodium, NaCl. La formule chimique تاعو هي NaCl est composé d'ion Na+ et d'ion Cl-. أي لدينا لو سيل اللي هو الملح، الملح أو بما يسمى ب كلورير صوديوم، كلور صوديوم، كلور الصوديوم، الصيغة الكيميائية تاعو NaCl، يتكون إي كومبوزي، يتكون أو يتركب، كومبوزيسيون تركيب أو يتكون من، يتكون من ماذا؟ من ديون، أي شوارد، شوارد الـ Na+ شوارد الصوديوم، هذو Na+ اللي هما شوارد الصوديوم، وشوارد الكلور، شوارد الصوديوم الموجبة، لي زيون Na+ بوزيتيف و لي زيون Cl- نيجاتيف، وشوارد الكلور السالبة. عندنا كذلك لو ساكاروز C12H22O11، الساكاروز اللي هو سكر، ساكاروز اللي الصيغة الكيمياء تاعو سي 12H22O11، هذا جوزيء. أعزائي الطلبة، كاين هنا عندما نقول مثلا لازم تفرقوا بين الجسم النقي، كنتوا درستوها جسم نقي، لو كور بيور، جسم نقي. مثلا عندنا الماء المقطر هو جسم نقي، ستان كور بيور. او عندما نذيب كميه من السكروز في الماء، قلنا بلي السكروز هو نوع كيميائي، صح؟ كي نجي نذيب كميه من السكروز في الماء، هنا راح نتحصل على مزيج او خليط يتكون من نوعين كيميائيين، ها، دو زيسبيس شيميك. واش هما يعني كي نذيب السكروز؟ راح يكون عندي نوعين كيميائيين هما الماء والسكروز. لازم كاين بعض الامور القاعديه اللي تكونوا فاهمينها. اذا الجسم او الماء المقطر واش قلنا عليه؟ قلنا باللي هو جسم نقي، ها، لو ديستيلي ستانكو بيغ، يتكون فقط من نوع كيميائي واحد، ها، يسو كومبوز اونيكمون دون سول اسبيس شيميك اللي هي الماء. كون نجي نقول لكم مثلا الهواء، لاغ، الهواء جسم نقي يتكون، ها، هو مزيج، الهواء هو مزيج يعني خليط، يتكون من عدة أنواع كيميائية. il se constitue c'est un mélange l'air c'est un mazij c'est un mélange il se constitue de plusieurs espèces chimiques أي يتكون الهواء هو مزيج، يتكون من عدة أنواع كيميائية. وش هي أهمية؟ أهم هذه الأنواع الكيميائية اللي تكون منها الهواء هي الأزوت والأكسجين، حيث نعرف باللي الهواء يتكون من الأزوت أندو والأكسجين، يتكون فيه ثاني لارغون سي او دو، وفيه كذلك الماء. هذا يعني المكون، من المكونات الأساسية لل الهواء هي الأكسجين والأزوت. كما مثلا نقول لك النوع الكيميائي الفولاذ، الفولاذ اللي هو لاسي، لاسي منين يتكون؟ لاسي سو كومبوز دو بليزيور اسبيس شيميك، دونك بارمي كاين، اون ا دونك لو
C الكربون FE الحديد لو فير وعندنا لو نيكل NE عفوا NE هذو يعني أهم مركبات الفولاذ. Donc lorsqu'on dit corps pur hein, جسم نقي un corps pur est un matériau constitué d'une seule espèce chimique hein, est un matériau constitué d'une seule espèce chimique اذا الجسم النقي هو كل ماده تتكون فقط من نوع كيميائي واحد tandis que un mélange comporte plusieurs espèces chimiques اما المزيج هو كل ماده تتكون على الاقل من نوعين كيميائيين وهذه كنت درستها في الثانوي. Maintenant on va voir avec le classement des espèces chimiques اي تصنيف الانواع الكيميائيه classement تصنيف. Donc il existe différentes façons de classer les espèces chimiques حيث توجد عدة طرق لتصنيف الأنواع الكيميائية. قبل ما ندخل في تصنيف أنواع الأنواع الكيميائية نعطيكم لمحة عن الأنواع أو الكيمياء أو المواد الكيميائية حتى نفهم وش رانا راحين نديرو لأنك راك داخل إلى الجامعة راك داخل راح تدير تخصص. إذن أعزائي الطلبة الشركات الصناعية في كل أنحاء العالم نعرف كامل باللي تستخدم المواد الكيميائية تستخدمها في صناعاتها من مستحضرات تجميل وأدوية ومواد غذائية هذه كامل نعرفها. من هنا أعزائي ظهرت الحاجة إلى تصنيف المواد الكيميائية لو كلاسمون لمعرفة ما هو ضار على الإنسان من هذه المواد الكيميائية أو على البيئة تاع الإنسان وما هو آمن لاستخدامها في الصناعات المختلفة. كما تعتبر أعزائي المواد الكيميائية من المواد التي استخدمها يعني نعرفه كاملة يعني استخدمها الإنسان منذ العصور القديمة وحتى الآن لكن في هذه الآونة الأخيرة زاد استخدامها وهذا راجع لكثرة المنتجات الصناعية التي تستخدم هذه المواد يعني ولينا نرقدو كيميائيا ناكلو كيميائيا ننوضو كيميائيا إلى آخره. بعضها يتواجد بشكل حر في الطبيعة البعض يكون نتيجة ثانوية يعني نتيجة ثانوية لتفاعل آخر يعني كاتب رؤوس أقلام باللغة الفرنسية وراني نترجم لكم أو كاين البعض منها يكون على شكل مواد مصنعة من قبل الإنسان صح. إذن هنا أعزائي الطلبة تصنيف المواد الكيميائية هو ماذا؟ هو التقييم العلمي لهذه المعرفة لمعرفة ماذا مقدار الضرر التي تسببه في حال كانت ضارة نعرف بلي كاين مواد كيميائية هي ضارة على الإنسان أو الحيوان أو البيئة. على سبيل المثال مثلا قدرة مادة ما على التسبب لا قدر بعيد شر عليكم في السرطان أو مادة ما تتسبب في الانفجار كما النيتروغليسيرين أو تهيج العينين كما لاسودور التلحيم كي تكون تشوف واحد يسودي وما تكونش داير النظارات راعين عينيك يهيجوا وغيرها يعني من المخاطر الأخرى على الإنسان من طرف هذه المواد الكيميائية. إذن هنا أعزائي الطلبة هذا التصنيف يتم يعني بشكل يسهل على الأشخاص المستخدمين لهذه المواد الكيميائية سواء كان في المجال الصناعة إذا أنت أو أنت رحت تخصصت في المجال هذا
وراه يعني يتسع أو متسع هذا المجال، أو حتى تكونوا كمستهلكين لهذه المواد الكيميائية كما رانا كامل نستهلكها. يعني الفهم أو هذا الناس اللي أو عفوا المستخدمين أو المستهلكين علينا إذن أعزائي باش نفهموا هذا المخاطر اللي قد يعني ممكن نتعرضوا لها نتيجة استخدامها استخدام هذه المواد الكيميائية، أو حتى الخطر تاعها على البيئة اللي راهي تحيط بنا، وكذلك باش نفهموها مليح. على ذيك راح ربما فيكم راح يكونوا أخصائيين في الكيمياء الصناعية، في الكيمياء الأدوية إلى آخره. كي تفهمها مليح في التخصص تاعك تقدر تحميهم من هذا الضرر، تقدر تنتج حاجة من هذه المواد الكيميائية، لكن مثلا تنتج لعبة للأطفال من مادة كيميائية جاية من البلاستيك، لكن يكون هذه المادة ما تكونش ضرر على الأطفال، أو من المهندسين في التغذية كذلك تنتج غذاء ما يكونش ضرر على الإنسان، أو مهندسين الفلاحة تنتج البستيسيد يعني الأدوية تاع الفلاحة ما يكونش ضار للإنسان. وهنا أعزائي الطلبة يتعلق التصنيف بشكل أساسي بتحديد المخاطر، يعني نحدد المخاطر وليس السيطرة عليها، باش تفهموا تحديد المخاطر وليس السيطرة عليها، وكذلك يهدف إلى الحصول على المعلومات اللازمة لمعرفة الخطر. هذا هو الدور تاعك في التخصص في الجامعة إن شاء الله، من الليسونس حتى الماستر حتى الدكتوراه، معني تخصصات بشتى أنواعها. علاش نعرف هذا الخطر؟ هذا الخطر منين جاء؟ اللي لازم علينا نعرفه هو ناتج عن استخدام هذه المواد الكيميائية، وهذا راح يتيح للأفراد إنتاج المواد الكيميائية ونقلها واستخدامها والتخلص منها بأمان، لأن كاين بعض المنتوجات الكيميائية النقل تاعها يكون دونز اون طريك غروند سيكوريتي، أمن كبير، يعني مستلزمات باش ينقل حتى التخلص منها، مثلا لديشي نوكليير المخلفات النووية باش يتخلصوا منها كاين طرق لازم يدخل، ما يرموهاش هكا في المزبلة هكاكم، لا كاين عدة طرق. إذن هنا أعزائي نختم باش نعود نرجع للدرس، يعني حبيت نعطيكم لمحة بركة عن التصنيف، هو راح يتسع راح يكون يعني كنا نتكلموا راح نديروا فيديو طويل على التصنيف وما نكملوش. يعني هنا أعزائي تكون بذلك وظيفة التصنيف هي ماذا؟ الوظيفة تاعو هي تحديد المخاطر بشكل رئيسي كما قلت وليس السيطرة عليها، ويتعلق هنا الأمر بالحصول على المعلومات اللازمة على المعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات بشأن التحكم في المخاطر. مثلا في بعض الدول الأوروبية بدأوا يمنعوا بعض الأدوية اللي تستعمل في الفلاحة في الزراعة، لأن شافوا باللي هذه راهي تشكل خطر على صحة المستهلك، بحيث كذلك يمكن إنتاج المواد الكيميائية كما قلت ونقلها واستخدامها والتخلص منها بأمان، وهذا استنادا إلى معلومات دقيقة ومؤكدة. يعني باش تنتجها باش تنقلها باش تستخدمها باش تتخلص منها بأمان لازم هنا يكون عندنا ناس أخصائيين، يعني كي يقول لك أخصائي مثلا عنده ليسونس ولا ماستر ولا الدكتوراه، أي تكون أخصائي تكون عنده المعلومات، يعني يكون أو عمله يستند على معلومات دقيقة ومؤكدة. لهذا يعني راح يكون التكوين تاعك في المدارس العليا أو في الجامعة من طرف
أخصائيين أكفاء إن شاء الله. Parmi les classements des espèces chimiques, on a premièrement origine naturelle ou synthétique. أي من بين تصنيفات الأنواع الكيميائية قلنا توجد عدة طرق، من بينها أولا هي المصدر طبيعي أو اصطناعي، مصدر طبيعي ناتورال وسينتيتيك صناعي في الحق، طبيعي صناعي. دونك les espèces chimiques naturelles sont celles qui existent dans la nature. أي الأنواع الكيميائية الطبيعية les espèces chimiques naturelles هي التي توجد في الطبيعة، هي التي توجد في الطبيعة. هذه قلنا هذه نسموها الأنواع لي زيسباس شيميك، عفوا ما قريتهاش وني نشرح فيها لي زيسباس شيميك سينتيتيك. قلنا لي زيسباس شيميك ناتورال أي الأنواع الكيميائية الطبيعية، هذه الأنواع الكيميائية طبيعية. أما هذه لي زيسباس شيميك سينتيتيك هي الأنواع الكيميائية الصناعية المشابهة، الأنواع الكيميائية الصناعية المشابهة. علاه زدنا لها كلمة مشابهة؟ Donc les espèces chimiques synthétiques sont préparées par l'homme dans les laboratoires ou dans les unités industrielles à l'aide de transformations chimiques. يعني هي التي تصنع في المخابر أو المصانع، وهي وهذا بتحولات عن طريق تحولات كيميائية، وهي مشابهة لأنواع كيميائية طبيعية. sont préparées أي تصنع par l'homme، هذه كما نعرفها dans les laboratoires المخابر et dans les unités industrielles المصانع à l'aide de transformations chimiques، تحولات كيميائية، تحولات كيميائية. يعني هنا كاين توجد بعض المواد الأنواع الكيميائية في الحالة الطبيعية. جاء الإنسان صنع أنواع كيميائية صناعية مشابهة، يعني مثلا كيما لافاني الفانيلا، يعني لأنها غالية ويصنعوا بها الحلويات راهي موجودة، يعني إذا كانت طبيعية راهي غالية بزاف وما تكفيش هذا الخلق، هذا البشر الله يبارك له فوق الأرض بالملايير. إذن واش جا الإنسان؟ جا الإنسان صنع لافاني الفانيلا، صنعها كيميائي، أي نوع كيميائي يشبه نفسه كما النوع الكيميائي الطبيعي، لكن هذا صناعي مشابه، صناعي مشابه يعني توجد، يعني جاء الإنسان صنع بعض الأنواع الكيميائية نفسها، يعني تشبه اللي راهي موجودة في الطبيعة اللي خلقها الله عز وجل. اي اون ترويزيامو لي زيسباس شيميك ارتيفيسيال. سي كوا؟ سون دي زيسباس شيميك سينتيتيك كي نيكزيست با دون لا ناتور. معناه عندنا أنواع كيميائية طبيعية كانت موجودة في الطبيعة من خلق الله سبحانه عز وجل، جاء الإنسان اللي خلقه الله عز وجل صنع أنواع كيميائية تشبه لها، أنواع كيميائية تشبه لها لي زيسباس شيميك سينتيتيك. أما هناك كاين أنواع
كيميائية غير موجودة في الطبيعة، ما كانتش تكزيستي من قبل، سماها ليزيسباس شيميك ارتيفيسيال، الأنواع الكيميائية الاصطناعية. علاه سانتيتيك سموها الصناعية باش نفرقوا بيناتهم، هذه نقولوا الأنواع الكيميائية الاصطناعية. إذن كاين أنواع كيميائية، هذه اصطناعية صنعها الإنسان لكن ما عندهاش اللي شبه لها في الطبيعة، يعني جديدة ما عندهاش اللي شبه لها في الطبيعة، يعني قد يعني غير موجودة أصلا في الطبيعة. يعني هي أنواع كيميائية سينتيتيك صناعية مصنوعة، صناعية لكن كي نيكزيست با دون لا ناتور، غير موجودة في الطبيعة، غير موجودة في الطبيعة. يعني هنا أعزائي الطلبة الكيمياء الصناعية، الكيمياء الصناعية ما تصنعش جميع أنواع الكيميائية الطبيعية، لكن غير أنها لأهداف نقول اقتصادية أو لأهداف تقنية تستطيع هذه الكيمياء الصناعية اختراع أنواع كيميائية يعني لم تكون موجودة في الطبيعة. إذن أنا نقدر نقول باللي النوع عندنا لسباس شيميك سانتيتيك لسباس شيميك ارتيفيسيال، أي النوع الكيميائي المصنع، للزوج مصنعين، يعني نقدر نقول أي النوع الكيميائي المصنع هو ماذا؟ هو النوع الكيميائي الذي تم تصنيعه من طرف الإنسان، هو النوع الكيميائي الذي تم تصنيعه من طرف الإنسان، وهو نوعان، وهو نوعان. عندنا النوع له مثيل في الطبيعة، يعني عنده اللي يشبه له في الطبيعة، له مثيل في الطبيعة، يعني راني مبسط لي يعني بزاف بتفهمه، كي تفهم فهم بالعربية، فهم بالفرنسية، فهم بالطاليانية، بالانجلي، مهم تفهم الكيمياء كي تدخل الجامعة. وكاين النوع الثاني ليس له مثيل في الطبيعة، ليس له مثيل في الطبيعة، خلاص الطبيعة صح سيب. دونك ريكابيتولون، اون ا فيو لو كلاسمون دي زيسبيس شيميك، قلنا بلي لي اكزيست ديفيرون فاصون دو كلاسي لي زيسبيس شيميك. On a premièrement, d'après l'origine naturelle ou synthétique, on a les espèces chimiques naturelles, on a les espèces chimiques qui sont préparées par l'homme, on a les espèces chimiques synthétiques et les espèces chimiques artificielles. Donc, dans le classement deuxièmement, on a aussi les espèces. Il y a une faute là. Donc, j'ai corrigé, espèces chimiques organique et inorganique. Donc peut-être vous avez entendu la chimie organique, kimia al-udhwiya, et la chimie inorganique, al-kimia al-udhwiya. إذن نسمي هنا واش نسميها الأنواع الكيميائية، الأنواع يعني حسب التصنيف عندنا كذلك الأنواع الكيميائية. قلنا توجد عدة طرق للتصنيف، هذه الطريقة الثانية للتصنيف فيها أنواع كيميائية العضوية واللا عضوية، صح. donc dans cette classification les espèces chimiques organiques espèces chimiques organiques sont les espèces dont la combustion, donc j'ai corrigé, la combustion complète, ce qui veut dire espèce chimique organique veut dire combustion
complète conduit à la formation de dioxyde de carbone et de l'eau d'eau. إذن عندنا الأنواع الكيميائية العضوية هي أنواع حيث يكون احتراق كامل احتراق كامل تؤدي إلى تكون ثنائي أكسيد أي كوندوي تؤدي إلى تكون ديوكسيد دو كربون ثنائي أكسيد الكربون والماء يعني دائما كنقول نوع كيميائي عضوي نقول احتراق كامل دونك on a les espèces chimiques organiques et les autres espèces sont des espèces chimiques inorganiques يعني لدينا الأنواع الكيميائية العضوية أما باقي الأنواع الأخرى نسميها الأنواع الكيميائية اللا عضوية لربما نمد لكم بعض des exemples quelques exemples on a par exemple dans l'organique on a l'alcool éthylique c'est une espèce chimique organique l'alcool éthylique نكتب غير بالعقل باش تبان الكتابه وتفهموا ايثيليك ولا او اون لابيل اوسي سي ليتانول جو ميكسكوز ايتانول يعني الكحول الايثيلي هذه كما نعرفوا الكحول الكحول الايثيلي أنا على بالي السنة الثالثة ثانوي تاع اللي جوزوا الباك 2020 ما قريتوش كيمياء العضوية إذن ومن بعد ربما نشوفوا كيف نبداو نديروا كذلك المراجعة راح نراجعوا يعني كي نلحقوا وين كاين لازم نقراو كيمياء العضوية نراجع حالكم عادي جدا إن شاء الله عندنا أون أوسي لو بيطان دونك لا داعي لترجمتها لأن باينة بلي غاز البيطان عندنا البروبان لأنكم قريتوا الكيمياء العضوية في السنة الثانية في آخر السنة الثانية كذلك عندنا البيطان البروبان أي البروبان غاز البروبان الميثان أو الميثان غاز الميثان عندنا الجلوكوز السكر كذلك جلوكوز غاز الجلوكوز عندنا la cellulose هذا واش راني متفكر لحد الان يعني بزاف عليكم هنا اعزائي الطلبه لربما تتساءل باش تفرق بين المركبات العضويه والمركبات اللاعضويه المركبات العضويه يدخل الكربون سي الكربون بين جزيئاتها يدخل الكربون بين جزيئاتها باستثناء هذه أشفع لها السي او دو ما هوش نوع كيميائي عضوي السي او دو لا عضوي عندنا كذلك البيكربونات اللي نديروها في الماكلة مثلا اللوبيا بطيب بالخف إلى آخره البيكربونات فيها السي بصح ما هيش اسباس شيميك اورغانيك عندنا الكربيدات يعني هذو كاين ربع راني شافي عليهم لما وعندنا السيانات هذو ربع تصيف فيهم السي بصح ما همش انواع كيميائيه عضويه انواع كيميائيه لا عضويه ماشي عضويه اما باش تفرق بالنسبة للمركبات
قلنا انورغانيك، عطينا دي زيكزومبل على اورغانيك انورغانيك. الان صح، و بار اكزومبل نقول لك لو فير الحديد، ها سي اون اسباس شيميك انورغانيك، يعني نوع كيميائي لا عضوي. عندنا النحاس لو كويفر، عندنا كلورير دو صوديوم الملح دو الصوديوم، عندنا الكربون بحد ذاته ما يدخل، يعني يدخل في انورغانيك كربون مش اه. عندنا الجرافيت اللي مصنوع من الكربون بصح يدخل في اللا عضوية، الجرافيت اللي منه يجي الديامو الى اخره. يعني هنا نقدر نقول ان المركبات اللا عضوية اعزائي الطلبة تخلو تركيباتها من وجود ذرات الكربون والهيدروجين، تخلو تركيباتها من وجود ذرات الكربون والهيدروجين. سي بون صح، ما عدا قلنا باستثناء هذو حالة خاصة كيجي وقتهم نهضروا عليها. وثالثا وأخيرا، وهذه هي المهمة، يعني بالك نطولوا فيها شوية لأنها مهمة جدا 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 بالنسبة لكم كي تكونوا في المخابر تاع الكيمياء، مهما كان يعني رايح تدرس كيمياء، يعني مهما كان التخصص تاعك، هي لي دونجي. دونجي سي ماجيسكول جو ريغريت بلوتو جو ميكسكوز، دونجي دي زيسبيس شيميك، اي مخاطر الانواع الكيميائيه، مخاطر الانواع الكيميائيه. Donc, il y a quatre catégories d'espèces chimiques suivant les critères de danger les plus importants. Et tout جد أربعة أنواع للأنواع الكيميائية، وهذا حسب أهمية الخطر. إذن هذه هي الملصقات اللي توجدها لتميز هذه الأربعة أنواع تاع الأنواع الكيميائية حسب المصنفة، حسب أهمية المخاطر تاعها. نبداو بالاولى وهي سي لي زيسبيس، نرمزوا لها بي اسبيس شيميك انفلامابل، انف لا دوزيام مابل افيك اس، باسكو دي زيسبيس شيميك كي نقولوا اون اسبيس شيميك انفلامابل سون زيس، اي الانواع الكيميائيه القابله للاشتعال، الانواع الكيميائية قابلة. كي تكون في الطريق وتكون في سيارة وأمامك يعني شاحنة تاع اللي رافدة الما ليسونس ولا المازوت ولا كذا، تصيب هذه العلامة في الشاحنة اللورا وكاتبين انفلامابل للاشتعال. يعني ces espèces chimiques elles prennent feu au contact d'une flamme par exemple l'alcool l'essence le butane. هذه الانواع الكيميائيه غير تكون او كونتاكت مع النار، خلاص يعني او كونتاكت مع النار ولا avec une source au contact d'une source de chaleur او مصدر حراره، هنا بالخف تشعل يعني سريعة اللهب، مثل الكحول الكول ليسونس نعرفو كم البنزين وغاز البيطان. يعني هنا ici مشاغ إلاب il faut éloigner ces espèces chimiques de toute flamme ou d'une source de chaleur. Donc ça les précautions. إذن هنا أعزائي الطلبة للوقاية علينا أن نبعد هذه الأنواع الكيميائية على كل مصدر لهب أو مصدر حرارة. عندنا دوزيامون
C'est les espèces chimiques corrosives. Espèces chimiques corrosives. Cive. اكتب avec VES. علاه هنا تقول لي درت F وهنا درت V. Les noms qui se terminent par IF au masculin, au féminin, ils prennent IV. يعني الأسماء باللغة الفرنسية التي تنتهي ب IF للمسكولين المذكر تنتهي ب إيف في المؤنث لو فيمينا، كي يكون الجمع نزيدو اس كوغوسيف اس هكذا، هذا مكان صح. دونك هذه نسميها بالانواع الكيميائيه المسببه للتآكل. الكوغوسيف هو تآكل. الأنواع. شكون اللي يعطيني مثال أنواع الكيميائية؟ كاين نوع كيميائي كيتحلو من القرعة تاعو وتفرغوا على حاجة ياكلها، واش هو لاسيد مثلا؟ القرعة تاع لاسيد المسببة للتآكل. Ces espèces chimiques, elles détruisent la peau ou certains matériaux. هذه الأنواع الكيميائية تسبب كون تفرخها فوق الجلد تاعك راح الجلد، لا بو راحت. كذلك بعض المواد راحت، من بينها قلت لك يسموه لاسيد سلفوريك. لاسيد سلفوريك الحمض الكبريت، عندنا نيتريك وعندنا لاسود الصود كيف. إذن pour la précaution il faut manipuler ces espèces chimiques avec les gants et les lunettes. إذن donc donc نورو واش دير هذه الأنواع الكيميائية، ومن بعد Après, il faut impérativement respecter les consignes de sécurité. يعني كي تكون في المخبر راك عارف هذه الملصقات واش راهي تقصد والمخاطر تاعها، إذن عليك احترام تعليمات الأمن داخل المخبر أو داخل المكان اللي تكون موجود فيه المصنع إلى آخره. إذن هنا بالنسبة للوقاية لهذا النوع الثاني أنواع الكيميائية المسببة للتآكل، علينا أن يعني نستخدم أن نتعامل معها، نكون دايرين القفازات ليغون في يدينا، وكذلك نظارات خاصة. لربما راك تشوف في التلفاز ولا في حتى في اليوتيوب ولا تشوف، ادخل دير ليغون ولا لي لونات لي غون غون، تكتب هكا للقفازات غون لي غون هكذا، ولا دير لي لونات لابوراتوار يخرج لك الصور، تعرف كيفاش دايرين النظارات تاع المخبر هي خاصه. دونك اون اريف او تروازيام اسبيس شيميك. لي اسبيس شيميك نوسيف اسبيس chimiques nocives ou irritantes. Nocives avec VES ou I2R irritantes. أي بما تسمى باللغة العربية الأنواع الكيميائية، الأنواع الكيميائية الضارة نوسيف، ضارة إيريتونت أو مهيجة أو المهيجة، يعني دي تعطاكي العينين كما تاع لاسودير، كما هذيك تسموها مهيجة. وكاين أنواع نوسيف يعني تحكمك العينين ولا النيف كلها، يعني رحت
يعني هذا ال بيان سي زيسبيس شيميك نوسيف او اريتونت ال بروفوك اون جين بروفيزوار. يعني هذه الانواع الكيميائيه اعزائي الطلبه الضاره او المهيجه تحدث لنا انزعاج مؤقت سواء من ناحيه التنفس او من ناحيه النظر او التعطيك، ومنها من بين هذه الانواع النشادر الامونياك غاز النشادر، وكنا قريناه بزاف في الكيمياء الامونياك ولا النشادر ثاني سيتا نسبس شيميك نوسيف او ايريتون. صح. دونك pour la prévention اي للوقايه il faut porter les gants et les lunettes. كذلك مثل الكوروسيف لازم تكون تحمل القفازات والنظارات الخاصة et travailler dans un endroit ventilé. يعني ventilé ce qui veut dire ventilé veut dire aéré. يعني تكون في تخدم في مكان قلنا تحمل القفازات وتحمل النظارات تاع المخبر وتكون تعمل في مكان يكون فيه التهوئة ventilé aéré يكون فيه التهوئة. Et quatrièmement, les espèces chimiques toxiques, éléments chimiques toxiques. هذه كامل نسمعوا بهذه الكلمة toxique. يعني أنواع كيميائية سامة toxique سامة. Ces espèces chimiques, chers étudiants, elles provoquent des troubles comme, يعني تعطينا أضرار مثل les maux de tête, يعني راس كي وجعك, la diarrhée, الإسهاب كما نعرفوها, الكوما طيح في الكوما, elles peuvent donner la mort à faible dose, يعني faible dose تنجم تقتل واحد. عندنا من الأمثلة عليها هي مونوكسيد الكربون وحاد أكسيد الكربون من هذه الأمثلة. دونك pour la prévention إذن للوقاية il faut éviter je répète il faut éviter tout contact avec la peau. ما لازمش هذه المواد تمس الجلد la peau تاعك. toute inhalation واش كيفاش نكتبوا انهالاسيون؟ ها هي انهالاسيون. ما معنى انهالاسيون؟ انالاسيون في الحق تنقرا هو الاستنشاق ها يعني اي بي تي لي برودوي توكسيك تشمها رحت. من بينها لا دروغ كي تشمها رحت تولي في عالم آخر. زيد عندك توت انجيسيون انجيسيون il faut éviter. الانجيسيون هي الابتلاع ما تبلعهاش ابتلاع بالعين هذه ابتلاع هي الانجيسيون. يعني هنا أعزائي الطلبة مادام جبدنا على المواد الكيميائية الخطيرة لازمني نعطيكم نظرة قبل ما نغادر الفيديو، يعني نظرة مهمة جدا جدا جدا، ما لازمش نفوتوا عليها. واش نقول لك؟ المواد الكيميائية أعزائي الخطيرة تعرف بحسب بأنها أي مادة، يعني أي مادة كيميائية يمكنها التسبب بأي خطر، سواء أكان هذا الخطر جسديا أو صحيا. لاسيد تفرغ صحي يعني جسديا فوق لابو تاعك، تشرب ضرب لا دروغ تكون خطر صحيا. إذن هنا أعزائي يمكن لهذه المواد التسبب بخطر واحد أو أكثر، ذلك اعتمادا على عدة عوامل. من بين هذه العوامل نذكر لك منها يعني نوع المادة الكيميائية
انتبهوا مليح واش راني نقول. كذلك تركيز المادة الكيميائية التي تم التعرض إليها، لأنه بعض المواد لازم لربما تكون ممددة في الماء ولا ما تضرناش بزاف. مثلا الجبل، نعطيك الجبل، كنت راح تضرب القرعة تاع الجبل ديريكت غير ممدد يعني مركز راح يهلكك. لكن لو درنا قرعة ما ودرنا فيها قطرتين جبل موش راح ما يصير لك والو. إذن هنا التركيز يلعب دور كبير. كذلك المنطقة التي تم التعرض لها لربما منطقة خطيرة، منطقة صرا فيها النووي مثلا، بعض الزراعات تمنع وين أجريت التجارب النووية. كذلك طريقة التعرض للمادة كيفاش يمكن أعزائي التعرض للمواد الكيميائية الخطيرة من خلال عدة طرق بلا ما تدري يمكن لك تعرض لها. منها نعطيك منها الاستنشاق الانهالاسيون اللي كتبناه، يعني كيف يمكن استنشاق احد المواد هذه اللي ذكرناها خلال تواجدها في الهواء الذي نتنفسه. يعني هذا الانفلامابل كوروسيف ليسونس كي تشمو تجيك ريحه كوروسيف نوسيف ايريتون توكسيك، ها يعني بلا ما ندري. وهذا راح يسبب يعني يكون انت تروح بلا ما تدري تروح في محطه بنزين تدفق الاخر تشمها، لربما انت راح تسبب لك يعني الوصول تاعها الى الرئتين، يعني تسبب في الوصول الى الرئتين والاوعيه الدمويه، هذا راح يكون خطر عليك. كذلك من الطرق للتعرض لهذه المواد هو التلامس المباشر. كيفه؟ اي يمكن التعرض لهذه المواد الكيميائية عن طريق ملامستها الجلد مثلا أو العين، وهذا راح يتسبب لك في أثار صحية عديدة. لماذا؟ لأن كون هذه الأعضاء ذات حساسية عالية، يعني لاسيد ولا كذا العين رد بالك، الأمر الذي يجعل من السهل على هذه المواد التفاعل معها وأذيتها. نعطيكم مثال ولنأكد عليكم باش توصلوا المعلومة هذه، ردوا بالكم ردوا بالكم. كما نعرفوا السوبر غلو، السوبر غلو كما نعرفوا كاين اللي يجي يفتحها مع الأول بون ما درنا والو فرغت كذا يعاود يغلق البوشون، كي يجي المرة الثانية يستعملها يسيب البوشون تسمر تشود سي بون. إذن واش يدير؟ يبدأ يقربها لعيني هكا والسوبر غلو يحكم قسطة إيمازين السوبر غلو لا قدر الله دخلت في عينك عفوا. إذن احذروا، يلزم تكونوا توصلوا هذه الرسائل للأفراد العائلة لصحابك كذا باش تكون أنت فاعل خير بالإرشاد العلمي تاعك، تكون فاعل خير بزاف صوالح. مثلا البلع، يبلع واحد حاجة لانجيسيون، نعرفوا باللي كثير من الأطعمة والمشروبات تحتوي على مواد يعني كيميائية كثيرة عديدة، والأمر الذي يجعل يعني يجعل من الممكن أن نبتلع بعض المواد الضارة باستعمال هذه الأطعمة أو المشروبات. يعني الزراعة، كان الزراعة وين ناس يعني تكبرها تاع الذراع بالدواء، بالدواء يعني فلفلة فيها قد الميكرو لو أمامي في الطول، طوماطيشة كبيرة على القدرة تاعنا، إذا يعني هذه كامل طابت بالدواء. عنب حبة قد الآخر هكا قد الخوخة مانيش عارف واش هذوك طابت. أنا واحد من الناس يعني بيناتنا كي نروح نشري ذيك الخضرة الصغيرة ونشللها مليح، شلوها يعني خالتكم في الدار تشللها مليح، أما ذيك تاع الأدوية خليه يأكلها هو. كاين الناس ما يخافوش رب العالمين يعني حطوا الدواء فوق اللازم، هي الإرشادات الفلاحية والدولة عطيتهم تعليمات، يعني مهندسين مختص عطيهم تعليمات، لكن هو لا لازم ما تطيبش 40 يوم، لازم 10 أيام يربح، والله ما يربح، يعني اللي يخدع البشر ثق تماما والله ما يطلع عليه الربح. صح زيد.
كذلك العمر والحالة الصحية العامة، هذو يعني لادات، هذو يلعبوا دور كبير كبير جدا في تأثير مخاطر المواد الكيميائية على الفرد. كذلك عندنا الحالة الفيزيائية للمادة. كيفاش؟ تقول لي كيفاش يا أستاذ؟ كما نعلم باللي المادة الكيميائية تتواجد في ثلاث حالات، صح؟ قلنا باللي الصلبة، حيث هذا المواد تتميز بأنها تملك شكلا معينا مثل جزيئات الغبار، صلب ومضر ولا مصدر أصابر هذاك الغبار منين جاء، يعني راك في محطة بنزين وبدأ الريح يضرب والغبار يعني تيق تماما باللي راك راح تبلع البنزين والمازوت والشيبار والنورمال راح تبلعهم. زيد سائلة، يعني هنا راح تكون المواد مثلا عديمة الشكل وراح تأخذ شكل الإناء أو الأنبوب كما قلنا، يعني اللي راح توضع فيه مثلا المذيبات الزيوت كان اللي خاطر على صحة الإنسان وتخلط لك مع الآخر وما تدريش واش راك تبلع، منها الغازية. كذلك الغازية نعرفوها باللي عديمة اللون الشكل عفوا وغير مرئية ما نشوفوهاش، لكن يكشف التواجد تاعها، يكشف عفوا التواجد تاعها من خلال التذوق أو الرائحة تاعها، مثلا من خلال الأكسجين وكذلك أول أكسيد الكربون. العمليات الفيزيائية المجراة على المادة مثل التقطيع، الطحين، التسخين، التبريد، هذو راهم عمليات فيزيائية. راك تقطع في حاجة، راك تطحن في حاجة، راك تسخن في حاجة، راك تبرد في حاجة، بالك الآثار تاعها راح يضرك عفوا. كذلك عندنا العمليات الكيميائية هذه كامل لربما تضرك اللي أنا نذكر فيها بلا ما أدري. عندنا العمليات الكيميائية المجراة على المادة مثلا تفاعلها مع المواد الكيميائية الأخرى مثلا أو ترشيحها أو تقطيرها. عندنا مثلا بعض العمليات الأخرى مثل سوء التخزين، هنا راح تفسد، راح تخسر ماغري لا دات ما تبيري ماتش، لكن راح تخسر. مثلا دكان في الليل داير في النهار الياغورت وكذا ومشبح الحاله وكذا، وهذه صاريه في الليل يطفي الفريغو بهالتريجين انت ما تجيش غاليه، انت تجي تشري البواطه تاع الياغورت مازال ما تبيري ماتش وتاكلها وتنهلك، تروح ليه يقول لك لا لا جديده، علاه؟ لانه يخاف من التريسينتي وما يخافش من ربي، هذه حقيقة. الرطوبة دير في مكان كاين بعض الأمور ما تتخباش ما تنخزنش في مكان الرطوبة، مثلا ضوء الشمس يجيب لك سعيدة في السيمير أمورك من الفوق، مثلا مسعيدة وانت صنع سعيدة الفري ولا ما يشعرف وين ولا من مضرب الفلاني مونتا سعيدة ما شتهمش يديروا هذا الشيء، يعني ما نذكروش أسماء من يعني سعيدة في روحها قليلة، هذا يجيب لك مشروب مائي من الصحراء ولا ما يشعرف منين في السيمي من فوق السمش ضربة فيه، يعني هنا ما نلومش المصنع، اللوم الموزع ما يحترمش التعليمات الأمنية، هاي السمش ضربة فيه في أوت ولا في جوي إبا أنا صراتني، يعني حكمتني أنتوكسيكاسيون مسعيدة لأنها كانت معرضة لضوء الشمس. كذلك يوجد العديد من الأمثلة لهذه المواد، مثلا الدهون، المخدرات، البنزين، ديازل، المواد المستخدمة في صناعة مواد التنظيف ثاني عفوا ما جبت حتى كاس ما قدامي، كاين وين عنده الحساسية للصانيبون، كاين كي ينظفوا في الدار من الجبل، كاين كل واحد كان عندهم حساسية ما يقدروش، مثلا مستحضرات التجميل تجي المرأة تدير كيلو واسمه في وجهها وكذا وما على بالهاش باللي راهي تهلك في روحها باللي هذا كامل توكسيك راهي تشم فيهم. مثلا المبيدات، مبيدات الحشرات
كما الفليت في الطوكس اللي نديرو ديجا هاي واحدة قدامي هنا، يعني هذه تنجم تهرب بها العباد ماشي غير الذبان. زيد والعشبية كاين اللي يديروا المبيدات العشبية للزراعة وكذا، بصح هذيك راح تدخل في ذيك الطوماطيش وكذا وراح ناكلها. بالإضافة مثلا غازات التبريد، غاز البترول المسال، السوائل القابلة للاشتعال، أبخرة اللحام يلا سودير ذيك أبخرة تحي مضرة جدا، أغيرها وغيرها الكثير أعزائي من الأمثلة. هنا أعزائي الطلبة ذكرنا مخاطر المواد الكيميائية، لأنها يعني عندها أهمية لازم نذكرها وراح نتقنوها في الدرس. لكن جسم الإنسان كيفاش صرالو مع هذا المخاطر ومع هذه المواد الخطيرة؟ هنا أعزائي الطلبة استطيع جسم الإنسان يعني تحمل، يقدر يتحمل حد معين من المواد الكيميائية بداخله، صح هذه كامل نعرفها، كما يقدر يكون قادر على التخلص منها، صح. وهذا عندما تدخل هذه المواد الخطيرة إلى الجسم وعند وصولها إلى الأوعية الدموية، وتنتقل منين؟ من تنتقل مع الدم، صح كي يعني لن يشفي العلوم الطبيعية، هذه المواد تدخل تروح للأوعية الدموية، تمتص الأوعية تنقلها إلى الدم ومن بعد إلى الكبد، والكبد ومن بعد واش يدير؟ يعمل على التخلص من السموم، هذا هو دور الكبد، يعمل على يقول لك نو با مونجي ترو غا، ما تاكلش الدسم بزاف لي غا، لانهم راح ياثروا على الكبد تاعك ويبدا ما يخدمش خدمته كما يبغي. يعني هنا الكبد راه يتخلص من هذا السموم المتواجده فيها عن طريق ماذا؟ عن طريق تحويلها الى مواد اقل سميه، لماذا؟ ليستطيع الجسم استخدامها او التخلص منها عن طريق، عندنا عده طرق للتخلص من هذه السموم، يعني يستطيع الجسم يرميها برا. عندنا العرق او حاشاكم التغوط او التبول، هذو ثلاث حوايج يقدر الانسان يتخلص من السموم، او من خلال عمليه الزفير كذلك. لكنه في بعض الاحيان اعزائي الطلبه ما ينجحش في التخلص من جميع المواد اللي دخلت ليه. قلنا باللي الجسم الانسان يقدر يتخلص، رب العالمين سبحانه عز وجل خلق الجسم تاعنا، يعني رانا مصنع الداخل سبحان الخالق، ينجم يتخلص من المواد وكذا والكبد وكذا كيما، لكن ما يقدرش يتخلص من بعض من جميع هذه المواد اللي دخلت له للجسم، وهذا راح يسبب ظهور عدة أعراض، وهذه الأعراض تختلف من شخص لآخر. دخلت للجسم سواء عن طريق الأكل، الشم، الشرب، مانيش عارف، مهم دخلت، تدخل حتى عن طريق البشر. إذن هنا قلنا هذه الأعراض تختلف من شخص لآخر، إذ يمكن لبعض الأشخاص التعرض للمواد الكيميائية دون أن تسبب لهم أي أذى. كاين اللي يتعرضوا للمواد الكيميائية بلا ما تسبب لهم حتى أذى، عادي جدا. لكن بالمقابل هذا نفس المواد الكيميائية يمكن أن تسبب لدى أشخاص آخرين أعراضا عديدة. بتشوف الفرق، كاين اللي يتحمل كاين اللي ما يتحملش. إذن كل ذلك أعزائي يتعلق بعدة عوامل، مثلا الجنس أنثى ذكر، العمر كبير صغير، كذلك الجينات، الحمل، الحالات الصحية المختلفة من إنسان لآخر. كما يتمثل أعزائي الخطر الأكبر للمواد الكيميائية على الأطفال والأجنة والمراهقين مقارنة بالخطر الذي قد يصيب البالغين. لماذا؟ لأنهم ما زالوا في مرحلة النمو والتطور، وبسبب يعني حجم أجسامهم الصغيرة نسبيا ونشاطهم البدني الزائد دائما، يعني تعرفوا الأطفال كيبدأوا يلعبوا يجروا في الضرب،
وهذا اللي يدفعهم لاستكشاف كل ما يحيط بهم، وهذا قد يعيق تطور أعضائهم بشكل سليم. يعني ما كان أطفال يتعرضوا لهذه المواد الكيميائية عن طريق الشم، اللمس، الشرب كذا، هم في طور النمو، هذا راح يكون خطر على تطور أعضائهم بشكل سليم. إذن أعزائي، هذه المواد الكيميائية تسبب عدة أعراض عند التعرض لها بشكل مباشر، مثل تهيج العينين، تعلى صدور أو حروق في الجلد أو العينين إلى آخره، أو التسمم، لكن يمكن أن يكون لها عدة آثار لا تظهر. يعني ردوا بالكم، قد راح يكون عندها عدة آثار لا تظهر إلا على المدى الطويل، مثل تلف الأعضاء أو ضعف الجهاز المناعي أو تفاقم أعراض الربو، الحساسية وكذا، الربو اللي هو اللازم والحساسية، أو بعيد الشر عليكم وعلينا السرطان، كما يمكنها التسبب بمشاكل في الحمل، يعني المرأة الحامل فقد تسبب بعض العيوب، لا قدر الله، العيوب الخلقية للأجنة. هذه المواد الكيميائية إذا كان البيبي داخل الحمل تاعو قد يعني تسبب هذا البيبي يخرج عنده عيوب خلقية، يعني بالإضافة كذلك تأثر على النمو العقلي أو الفكري أو البدني للأطفال، كما المخدرات تأثر على العقل تاع الكبار ماشي غير الأطفال. ربما نكون طولت عليكم يعني، لكن لأني رأيت أن الموضوع مهم جدا جدا، وكل ما نشوف حاجة مهمة قولها لكم، اللي حب هاو يسمع، اللي ما حبش يطفي الفيديو وروح. دونك نختم الفيديو ببعض المصطلحات العلمية، نشوفوا واش تعلمنا، اختبروا انفسكم، اي لا تيرمينولوجي. دونك انا نكتب وانتوما بار اكزومبل تشوفوا معايا واش تعلمتوا، وحاولوا ترجموا واش قلنا قبيلات في الدرس. دونك اسباس شيميك، قلنا شيميك واش هو؟ هو نوع كيميائي، نوع كيميائي، يعني هذه نعطيك في الاخير دائما مصطلحات علميه. قلنا كذلك ذكرنا كور بيغ، هذه ار هنا، ار باش كور بيغ، جسم نقي، جسم نقي. ذكرنا كذلك سبستانس شيميك، يعني بعض الامور اللي درستوهم في السنوات السابقه ونسموهم سبستانس شيميك. واش هي؟ كيف يسموها؟ مواد كيميائية، مواد كيميائية. زيد كونستيتيون، لي كونستيتيون، لي كونستيتيون هما المكونات. عندنا لي أنيدغ، يعني هذا راح تلقى بهم في الدراسة تاعك، اللي هي لا مائي، أنيدغ لا مائي، غرا اللي هو الدهن، عندنا بارفومي معطر. يعني نحوس على الكلمات اللي قريتوهم في الكيمياء. عندنا قلنا أورغانيك، أورغانيك اللي هي عضوي، إنورغانيك، غانيك، إنورغانيك قلنا لا عضوي أو غير عضوي، إنورغانيك لا عضوي. عندنا رياكتيف،
قول لك رياكتيف نوكليير، المتفاعل النووي. متفاعل. عندنا كذلك مثلا قول لك ماء معكر، لو تروبل، تروبل معكر. نقولوا فورماسيون، فورماسيون واش هي؟ تكون. انديكاتور كولوري، انديكاتور هذه في المعايره، كولوري قريتوها المعايره اللي هو كاشف ملون، كاشف ملون. مثل انديكاتور ليكور دو فيهلينغ، اي محلول فيهلينغ اللي هو كاشف ملون. ليكور دو فيهلينغ محلول فيهلينغ، في محلول الفيهلين، الفيهلين. مثلا بريسيبيتي، بريسيبيتي اللي هو الراسب، راسب. عندنا نقول لك سبستانس ناتورال، سبستانس اني نتفكر ونكتب بالوحده، ناتورال اللي هي مواد طبيعيه، مواد طبيعيه. عندنا كومبيسيون كومبليت، كنا قلناها قبيلات، كومبيسيون كومبليت، كومبليت احتراق كامل، احتراق كامل. واش نزيد واش نسيت؟ ترانسفورماسيون شيميك، ترانسفورماسيون شيميك هي تحول كيميائي، تحول كيميائي. عندنا سيكوريتي او لابوراتوار، سيكوريتي اللي كملنا بها المخاطر، او لابوراتوار. كيف داير شوف غاردي يبلوكيني الستيلو هذا، او لابوراتوار سلامة المخبر، سلامة المخبر. يا اخي ما نسيت والو، ما نسيت والو. مثلا كاين امور اللي نشوفهم، مثلا نقول لك ايه، كاين كلمتين ثانية قلناهم في الدرس اللي هما مهمتين، ثلاث كلمات ذكرناهم، قلنا ناتورال، ناتورال اللي قلنا هي طبيعي، طبيعي. وقلنا سانتيتيك افيك ايغريك، سانتيتيك اللي هي صناعي، صناعي يعني مصنع، صناعي. بتفرق بين سانتيتيك وبين ارتيفيسيال، ارتيفيسيال اصطناعي، هذا اصطناعي. يا كيف كيف صناعي اصطناعي، بصح بنفرقوا بيناتهم. الاخرى سانتيتيك يسموها صناعي، والاخرى ارتيفيسيال اصطناعي. يعني قلنا سانتيتيك يعني صنعوا مواد كيميائيه، انواع كيميائيه مشابهه للطبيعه اللي راهي موجوده في الطبيعه، طبيعه. لكن الانواع الكيميائيه الاصطناعيه صنعها الانسان في المخابر ولا في المصانع، لكن ما كاش انواع كيميائيه تشبه لها في الطبيعه. اظن يكفي في هذا الفيديو الاول، فيها بركه، وكنا حكينا على المخاطر الى اخره. إذن أعزائي الطلبة، ماذا بي نستقبل، يعني نستقبل منكم، يعني تعطوني يعني رأيكم في محتوى الفيديو، أسكو كان مليح مش مليح، يعني
كذا يعني اني مديت واش عندي. اعطوني اقتراحاتكم لانه اول فيديو حتى نطوروا نحسنوا على حسب واش كيفاش تستقبلوا انتم هذا الفيديو ان شاء الله. راني نستنى في ارائكم في اقتراحاتكم في استفساراتكم الى اخره. وعمكم محمد باذن الله راني في خدمتكم ابنائي بناتي. إذن إلى أن ألتقي بكم بإذن الله في فيديو آخر، أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.